فبإذن الله تعالى الأفلام السعودية إن شاء الله قادمة وبقوة بإذن الله تعالى. محمد علي اهلا وسهلا فيك مع بليالينا، شو شعورك بوجودك بمهرجان البحر الاحمر؟ والله انا سعيد جدا صراحه بتواجدي في هذا المهرجان الجميل والرائع والعالمي، خاصه انه يعني يضم الكثير من النجوم والكثير من الافلام السعوديه والافلام العالميه، وان شاء الله انه يكون يعني يستمر للمستقبل بشكل افضل باذن الله. احدث اعمال الممثل محمد علي؟ والله كان في فيلم عبد لنا موجود في السينما وان شاء الله راح ينزل على منصات قريب باذن الله تعالى. فازوا باكثر من جائزه في مهرجان الافلام السعودي. نعم. شو بنستنى منك مع المقابلات مع الممثلين والمخرجين؟ هل في عم تشوف في تطور كتير ودعم السينما السعودية الكبير للممثلين؟ هل يتيح هذا؟ بتفكر مثلا توقف تكتب أو تعمل تجارب جديدة؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله التجارب، إن شاء الله في فيلم الآن قادم جالسين نشتغل عليه، فبإذن الله تعالى الأفلام السعودية إن شاء الله قادمة وبقوة بإذن الله تعالى. شكرا لك لوجودك معنا.